الحمد لله خالق السماوات والأرض وجامع الأولين والآخرين ليوم العرض، فيجزي بالنعيم والقرب إليه ودخول جنته من أحسن القيام بأمره في السنة والفرض، وأقرضه قرضا حسنا أحسن في ذلك القرض، ومعذب من أعرض عنه ومن تولى عن أمره وغفل عن ذكره فارتكب لنهيه وزجره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الله الذي تفرد بالخلق والإيجاد، فهو المتفرد بالألوهية والربوبية لجميع العباد، لا يحق لغيره من الخلق أن يشرع للمكلفين شرعا ولا أن يضع لهم منهاجا وضعا، فإن الحق في التحليل والتحريم للموجد الحكيم والخالق العظيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله. ذي القلب الرحيم والخلق العظيم، هادينا إلى الصراط المستقيم، اللهم صل وسلم وبارك وكرم أفضل الصلاة وأزكى التسليم على عبدك المصطفى سيدنا محمد الجامع لكل خلق كريم، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار على منهاجهم خير مسار فاقتفى واتبع الآثار، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله. تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، تقوى إله العالمين، فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع، فيها غنى الدارين، فاستمسك بها والزم، تنل ما تشتهيه وتدعي. واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا، ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. أيها المؤمنون بالله وبرسوله ومصطفاه، إن هذا الإيمان إذا صح في قلب الواحد منكم هيأ له اختيار القرار في المسار، فلا يرضى أن يسير حسب ما تمليه الأهواء والأفكار، ولا ما يقول من الناس صغار ولا كبار، ولكن بمقتضى الإيمان يعلم أمراً ونهياً جاء من الواحد القهار، ويعلم سنةً ومسلكاً للنبي المختار، ثم يجد أن لا إيمان مع منازعة النفس في الاتباع لهذا النبي وتحكيمه في تعليمه وتفهيمه وتربيته وتقويمه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمن أحدكم، قال نبينا، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، قال ربنا جل جلاله:
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. إذا كان الأمر كذلك فإن الناس عرضة للتأثر بالأقاويل وما يضع ذا وذاك، وكما أن الأمر متسع فيكفي ونحن نودع الشهر الذي برز فيه أكرم من نقتدي به ونتبع رسول الله وصفوته محمد بن عبد الله ذي القدر الوسيع والجاه المرتفع، يكفي أن نلم بمعلم عظيم من معالم اتخاذ القرار في الاتباع للحق ورسوله، وذلكم فيما يتعلق بانطواء الضمير والقلب في النظرة إلى الناس على الرحمة والشفقة وإرادة الخير لهم ومحاولة الاستنقاذ لهم من الأسوأ والشدائد والأضرار بأنواعها، ويقابله انطواء الضمير والباطن على التحامل على الآخرين وإرادة إيقاع السوء بهم والفرح بمصائبهم إذا أصيبوا والحزن على الخير إذا حل بساحاتهم. فهذا فارق من الفوارق بين من أطاع الخالق واتبع النبي الصادق وبين من جعل أمره لهواه أو لأقاويل من يدعو إلى الشقاق ومن يدعو إلى الاعتداء ومن يدعو إلى إيقاع السوء بين الناس. فإن رأس الغواه وكبير الضالين المضلين إبليس لعنه الله، رأس طمعه بعد أن فات عليه بقهر الله تعالى أن يرد المسلمين المصلين إلى كافرين بالله ورسوله أو مشركين مع الله إلها آخر أيس من ذلك، فلا يتمكن منه بقهر القهار. قال نبينا المختار فيما روى الإمام مسلم في صحيحه: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. وقال في صحيح الإمام البخاري، روى البخاري عنه صلى الله عليه وسلم قال: أما إني لا أخاف أن تشركوا من بعدي. وحيث أيس الشيطان من ذلك فإن غاية ما يتمناه هو التحريش، إيقاع الفتن بين الناس ليتباعدوا ليتقاتلوا ليتسابوا ليتشاتموا ليؤذي بعضهم بعض، لينتهك بعضهم حرمات الآخر في عرضه أو ماله أو دمه، وليبطل حقوقه وليتعالى عليه وليوصل الأذى إليه. هذا غاية ما يطمع فيه عدو الله، رأس أهل الغواية والضلالة، ويتجند معه فيه من شياطين الإنس والجن فئات وجماعات وطوائف كثيرة ليبلغ غرضه في الأمة ولينال مراده من المسلمين. فإذ لم يتمكن من إخراج الإيمان من أصله من قلوبهم فشانه التحريش. وما التحريش إلا إثارة الضغائن والنفوس وإغراءها على بعضها البعض بين أمةٍ
إلهها واحد ونبيها واحد وكتاب الله إليها واحد وسنة نبيها بينهم عظيمة واحدة فيوقعهم في التحامل ثم في الظلم ثم في الغطرسة ثم في التكبر ثم في الاعتداء على الأموال والأعراض والأنفس. وهذا مسلك كفر لا إسلام. قال عنه صاحب الرسالة في حجة الوداع: ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقد رأيتم بأعينكم في هذه السنين القريبة كيف مزقت الأمة وهيئ جنودها من شبابها أصحاب القوى لأن تتفتت قواهم ولأن تسفك دماؤهم وتراق هنا وهناك من أفغان إلى عراق إلى شام إلى مصر إلى يمن إلى ليبيا إلى شرق إلى غرب. من يرعى هذا السفك للدماء؟ من يرعى هذا التهديم للقوى؟ من يرعى هذا التفريق للصفوف؟ من وراء هذا الإهدار للطاقات العقلية والفكرية والعلمية والمادية والتراثية تتهدم وتتساقط؟ ولمصلحة من؟ ومن المنتصر في هذه المعارك؟ من انتصر؟ من ظفر؟ من أسعد؟ غير ما يفرح أعداء الله من يهود ومن والاهم بتمزيق شمل هؤلاء وتشتيت قواهم وتهديمها في غير طائل. لا حاربوا بها عدو الله ولا أخرجوا بها غاصبا محتلا من قدس الله وأرض الله ولا صرفوها لبناء أنفسهم وذواتهم علما ومعرفة واقتصادا واجتماعا ومحافظة على التاريخ والتراث، ولكن صرفت كل هذه القوى والطاقات الكثيرة العلمية والمادية والعقلية والشبابية والجسدية والجندية ليحطم بعضهم بعضا ويظلم بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعض فيضعف الجميع أمام قوى الكفر. يضعف الجميع أمام القوى التي تتقسم ثرواتهم وتتقسم أفكارهم وتتقسم اتجاهاتهم وتتقسم مرجعياتهم فتصبح المرجعية إلى أعداء الله وتذهب هوية الدين والإسلام على حقيقتها حتى من كثرة ما يتشدق باسم الدين على غير بصيرة على غير وعي على غير معرفة تزهق بعض النفوس فتكره الدين وتشك بعض القلوب والعقول وتقول ما هذا الدين؟ إن كان يوصل الناس إلى هذه المستويات ويوقعهم في هذه المشاكل الفظيعات بلا عاقبة حسنة ولا نتيجة مستحسنة، ما هو هذا الدين؟ وظهر الإلحاد في كثير من شباب المسلمين هنا وهناك، وكما أن الفساد ينخر في كثير من أحوالهم أزياء ومنطقا كلاما وحديثا وأساليب في مناسباتهم المختلفة، فضيعوا سنن النبي وأخلاق النبي وتعاليم النبي
وكم من مسلك ليهودي فاجر حاقد موذ للمسلمين صار موجودا وسط ديار المسلمين، ويطبقونه في بعض مناسباتهم، مسلك جاء من عند عدو لله لا يؤمن بمحمد ولا ما جاء به عن الله، صار مطبقا وسط ديار المسلمين، وخرجت السنة وغابت من وسط الديار وفي كثير من المناسبات. أيها المؤمنون، لا يسع المؤمن أن يكون بليدا أبله لا يدري أين يضع رجله، ولمن يسلم زمامه وأمره. أيها المؤمن، مرجعيتك الحق ورسولك، فخذ لك سندا تعرف به حقيقة ما خاطبك الله ورسوله وما وصفوا لك من المسار في الحياة، وأين تضع قدمك وإلى أي اتجاه تمضي، صافيا مصفى من نوازع النفس وشرورها وغلوائها، تقصد وجه ربك الذي خلقك وعما قريب أنت ملاقيه. أيها المؤمنون بالله، مضى الأنبياء والمرسلون وأتباعهم الصالحون على ذاك القدم، لا يعرفون قتالا إلا ما كان في سبيل الله خالصا لوجه الله، لا يقصدون به غنيمة ولا غلولا ولا مالا ولا سيطرة ولا سمعة ولا رياء، فكل ذلك ليس من الجهاد في سبيل الله في شيء. أجاب بذلك النبي عندما سئل: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل للذكر، الرجل يقاتل ليرى مكانه، أيهم في سبيل الله؟ فنفى الجميع وأثبت واحدا، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فقط هذا وحده في سبيل الله. هذا المقاتل في سبيل الله بمجرد أن يقول الكافر لا إله إلا الله يكف جميع قوته عنه، لأنه ما قاتل بهوى ولا قاتل لغرض، قاتل من أجل الرب جل جلاله. قال تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتاب قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. بعد هذه الأوصاف الشنيعة كلها بهذا السوء والأذى منهم، بمجرد أن يتوبوا ويؤمنوا فإخوانكم في الدين. يا رسول الله، قال القائل يسأله: أرأيت رجل يقاتلني كافر مشرك حتى ضربني فقطع يدي ثم لاذ بشجرة فقال لا إله إلا الله، أقتله؟ قال: لا. قال: إنه قد قتل يدي يا رسول الله. قال: لا تقتل. قال: قد قطع يدي، يدي مقطوعة من وراه والآن لاذ بالشير يقول لا إله إلا الله. قال: لا تقتله. قال: وقد قطع يدي. قال: لا تقتله، فإنك إن قتلته صرت بمثابته قبل أن يقول كلمته، وصار بمثابتك قبل أن تقتله. الله، قتال لا يعرف الهوى ولا يعرف الغضب للنفس. كم نستشهد بوقعة حدثت للصحابي الجليل
سيدنا علي بن أبي طالب قاتل مشركاً حتى أوقعه على الأرض فبصق في وجهه، فلما بصق في وجه سيدنا علي رفع السيف ومشى وتركه. قالوا كيف عالجته فلما تمكنت منه تركته؟ قال كنت أقاتله لله، فلما بصق في وجهي غضبت نفسي وأرادت أن أضربه لها، وأنا لا أضرب بسيفي لغير ربي، لا أضرب بسيفي لغير ربي. هذه تربية محمد، هذه آثار النبي في أمته، هذا آثار الوحي. على هذا يقوم القتال، بغير هذا ما قاتلوا، لغير هذا ما امتدت لهم أيدي على أحد. وتمنوا إيمان الكفار أكثر مما يتمنون التمكن من قتل المحاربين منهم. ويقول لهم صاحب الرسالة: إذا بعث سرية لأن تأتوني بإسلامهم أحب إلي من أن تأتوني بأموالهم وذراريهم وسباياهم، أحب إلي تأتوني بإسلامهم تنقذوهم من النار إلى الجنة. صلى الله على صاحب الرسالة الحق والهدى، وثبتنا الله على طريقه فيما خفي وفيما بدا. اللهم أيقظ قلوب المسلمين، واشرح صدورهم بأنوار الإيمان واليقين، واجعلهم يحيون في الدنيا مستمسكين بكتابك وهدي رسولك المصطفى الأمين. اللهم فرج كروبهم وادفع البلاء عنهم، وارفع سلطة أعدائك عنهم في التفريق بينهم ولإيقاع بعضهم في بعض. يا محول الأحوال، حول أحوال المسلمين إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. والله يقول وقوله الحق المبين: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر، ذلك الفوز العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله يأخذ بقلبي ويدي من أحب إلى مراتب القرب بامتثال الأمر والعمل بالقرب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه، الفاصل بين عباده في المنقلب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله، سيد العجم والعرب، أكرم من قرب الله تبارك وتعالى وعظم وأحب. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك المصطفى منبع الشمائل وحسن الأدب سيدنا محمدٍ، وعلى آله أهل الصدق في اكتفائه واتباعه على خير الوجوه الراقين على الرتب، وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار الذين وفوا بالعهد وبذلوا الأرواح والأنفس في محبتك ومحبته، ومن اتبعهم وإلى هداه انتسب.
أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله واختاروا لأنفسكم المسار بمقتضى الإيمان في أخلاقكم وما يجري في دياركم ومناسباتكم وفي نظرتكم إلى عباد الله جل جلاله وتعالى في علاه، فاطلبوا رحمته برحمتكم لخلقه، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء، واغضبوا من أجل الله وهاتوا شجاعتكم وحماستكم حيث شرع الله، أبعدوا أخلاق السوء من الديار، قوموا بثورات قوية على أفلام خبيثة تمشي وسط بيوتكم، إن كانت شجاعة إن كان إيمان إن كان دين، ارفضوا العادات الخبيثة في الزواجات وغيرها، من دخول رجل هو العروس بين النساء أو أن يقوم أمامهن بأن تطعمها أو تطعمه، أو يكون شيء من الكلام الماجن الخليع تقوم عليه الحركات الساقطة الهابطة وسط الديار، إن كان نصرة لله والرسول هاتوا شجاعتكم هنا، هاتوا همتكم، هاتوا حماسكم، ارفضوا عادات أهل الكفر، أقيموا سنة محمد البدر، اتركوا الغيبة التي تملأ الديار وما سلم منها الجار، اتركوا الغيبة فهي قبيحة مشومة، هذبوا أخلاقكم باتباع حبيب خلاقكم هاديكم إلى سواء السبيل، وتعاونوا على البر والتقوى، واعمروا بلادكم بما تستطيعون في الظاهر والباطن، المساجد والعلم النافع وتربية الأبناء والبنات والمزارع والمصانع والصنايع بما تستطيعون متقين لله فيه، حتى إذا أمسى أحدكم يده كالة من عمل يده يريد نفقة أهله وعفة نفسه أو نفع غيره بات مغفورا له، بات مغفورا له، فشريعة الله كاملة، فشريعة الله كاملة فيها مصالح الحياة الدنيا والآخرة لمن اتبع هذا النبي واقتدى به، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، واحذروا الانسياق وراء ما تطرح لكم هذه الأفكار والمبادئ من الشرق والغرب، من الخارج ومن الداخل، الممسوك بالخارج أو المتأثر بالخارج، واقبلوا هداية من رب العالمين وبلاغا من الصادق الرحيم الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا به واعملوا بسنتي، اللهم احي سنن نبيك فينا. هو القائل: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، فله أجر 100 شهيد. من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، ومن أحبني كان معي في الجنة. واجعلوا من إحياء السنة أن لا يخرج ربيع الأول إلا وقد ذكرتم أولادكم وأهلكم بسيرة هذا النبي ومولد هذا النبي وأخلاق هذا النبي وبلاغ هذا النبي. اعقدوا المجالس في بيوتكم تصلون فيها على نبيكم حتى تنزل الرحمة وسط الديار وتندفع عنها الآفات والعاهات والأسحار والمكر والأذايا والضر، فإن المؤمن لا يكاد يصاب في دنياه حتى يصاب في دينه، ولا يكاد يفتقر في دنياه حتى يفتقر في دينه، عندما يضيع الأمر، عندما يهجر القرآن، عندما يهجر الذكر، عندما يرتكب المعصية، ثم يشتكي إذا تسلط عليه وذا آذى وذا سحر جاء فيه وذا مرض أتعبه وذا كذا وذا كذا. لا يكاد يحصل هذا إلا بسبب في إهمال في الدين، ضياع في أمر الحق ورسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اللهم أيقظ قلوب المسلمين وأحيها
ونورها وطهرها وارزقهم العمل بما يرضيك عنهم استعدادا للقائك يا رب العالمين. أكثروا الصلاة والسلام على مبلغكم أمر الله وداعيكم إلى الله محمد بن عبد الله المنادي في القيامة: أمتي أمتي ثم أمتي أمتي ثم أمتي أمتي. حين يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه لا يفر منكم بل يتشفع فيكم عند باريه. أكثروا الصلاة والسلام عليه. استشعروا قوله: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. واستشعروا ما أمركم الله به بعد أن بدأ بنفسه وثنى بملائكته وأيها بالمؤمنين تعميما، فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار حبيبك المختار، هادينا إلى مرضاتك في الأقوال والأفعال والسر والإجهار، وعلى الخليفة من بعده المختار وصاحبه وأنيسه في الغار، مؤازر رسول الله في حالي السعة والضيق، الخليفة الشفيق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب حليف المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى من استحيت منه ملائكة الرحمن محيي الليالي بتلاوة القرآن أمير المؤمنين ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة في الجنة وريحانة نبيك بنص السنة، وعلى أمهما الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا وأمهات المؤمنين، وعلى الحمزة والعباس عمي نبيك الأمين، وعلى أهل بيته الذين أذهبت عنهم ريسا وطهرتهم تطهيرا، وعلى أهل بيعة العقبة وأهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان وسائر الصحب الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، أذل الشرك والمشركين، وأعلي كلمة المؤمنين، ودمر أعداء الدين، واجمع شمل المسلمين بعد الشتات، وألب بين قلوبهم يا منزل البركات. اللهم ادفع عنا الآفات وعن المؤمنين والمؤمنات، وحول أحوالهم إلى أحسن الأحوال يا من بيده الظواهر والخفيات. يا رب الأراضين والسماوات اكشف الكروبات وادفع البليات، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وعجل بتفريج الكروب لأهل الشام وأهل اليمن وأهل الشرق والغرب من المؤمنين. اللهم ادفع عنهم شر عدوك وعدوهم، وخذ بأيديهم إلى ما يوجب السعادة ونيل الحسنى وزيادة، يا عالم الغيب والشهادة، يا حي يا قيوم يا الله، صرفنا من جمعتنا وقلوبنا مقبلة عليك، متوجهة إليك، متذللة بين يديك، مؤمنة حق الإيمان، موقنة أتم الإيقان، متصلة بالهادي الداعي سيد الأكوان. اللهم ارزقنا حسن متابعته في السر والإعلان، وتولنا به بما أنت أهله في جميع الآناء والأحيان وفي كل شان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
اللهم بارك لنا في خاتمة شهر ربيع الأول، واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وعدنا إلى أمثاله في صلاح وفلاح وفوز ونجاح وعفو وعافية يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله أمر بثلاث وانهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.